أكيد الرجل أكثر أوفر لأنه هو صاحب رجاحة العقل يتمتع. هي حتى بعاداتنا وتقاليدنا المرأة تكون أوفر يعني من الرجل. لا طبعا أكيد الرجال. الرجال أنا كل شيء بضحي. يضحي من هواي أشياء. فطبعا أكيد أشوف الرجال أوفر من المرأة يعني. أميل لكفة النساء اللي كودن عندها عاطفة. فلا بد أن تكون هي الأوفى. لا بد. والله حسي حاليا ما تنقاس. يعني حاليا احنا نقيسها كل واحد حسب تربيته البيتية الصراحة. هي المرأة الحنينة الوفية الطاهرة. والرجل هم كذلك وفي وإن شاء الله اثنيناتهم الأوفياء.